المجال باش نتوسع باش نجرح وباش وسمعت سي منوب في اطار الاحتواء التجارب الروائيه فما من يكتب القصه المقصوصه ومن يكتب الروايه لكن الذين كتبوا الروايه المقصوصه في العاده تاخذ مثلا مجموعه من الاسلاك اللي هي ابتدات بالروايه وانتهى بالمقصوصه في العاده ثم زوز ثلاثه تجارب يبدا بالمقصوصه لكن قليله برشا علاش لانه المقصوصه تجربة الكتابة بالخصوص فعل الكتابة بالخصوص يكون بالتكثيف والتكثيف والالتماس بالضبط يلزم تجربة حياتية وجودية يلزم تجربة فنية يلزم تجارب أخرى في الجمال وفي الواقع المعيشي علاش وأنت من الذين أتوا إلى الأدب من خارج دائرة الأدب لماذا ابتدأت بالخصوص ثم هجرتها هو هجرتها كما تريد لم تهجرها هي تطبع اغلب الخصوص الروائيه حتى المسرحيه نفس المسرح بنية خصوصية علاش لم افهم بالضبط نيونس لا هو ثم بعض الروائيين ناخذ محمد بساط ونقرا السي عبد الزاهر الروايه نتاعها تكاد تكون قصه وحتى اللغه نتاعها بريف معناها إشارات خمني وأنا مع وصفة الكتابة عليك أنا تقريبا محمد بساطي كل قريتهم الأعمال بتاعه ونقرا من عاود وتعجبني اللقطات بتاع معناها التكثيف والتركيز اللمح الشجرة وهذيك هي اللي توا الشجرات واللمحات هذيك هي اللي ممكن مثلا في أكثر من علاش ما نوسعش ياسر الشخصية وانا نرجع لكلام سعد الزاكي كيفاش الشخصيه معناها ساعات ما ركزش عليها برشا ولا بعض الشخصيات نهملهم. اللي غيرني انا زوز من اساتذتي راهم كبار سني حتى انا راه نسيت طب واستاذ مستشار نسيت طب هو استاذ في دومينا اللي قاعدين نعملوا فيه توا احنا يوسع نكتب بس الحبيب انا مش استاذ نكتب الله فيك المشكله في الادب العربي فقط مش المشكله في النص روايه قصه مسرح بقات على مستوى ما يسمى في النقد مدارس النقديه احنا ما عندناش مدارس ومعصم عرته الريح فرقدت خلفي وطافت على كتفي بأرض لا أستريح ولكن عشبة في طريقي عثرتني فسقطت والتوت قدماي وسقطت وأصبح المشي عسيرا مدي لي يدك اليمنى ريما مدي لي يدك اليمنى ريما أريد أن أصل إلى سفح الجبل أريد أن أقتلع الشوك غروب الشرق أريد أن أكتب بالحروف المتبقية رسالة لرجل أريد أن ألبس معطفين تسممت من البرد والعاصفة وطاح نخيل على جانبي تمور تبعثر خطوي كالحصى والبلح كالعصا يابس جدا حتى بحليب أمي لا أطيق أكله ليس على هذه الأرض ما يستحق الحياة في الحجاز مجاز وفي الخليج اعوجاج وفي شرق المتوسط بحر تفيض على عتباته أصوات خوف وحتف ومنفى نشفيني ريما جسدي تبلل في الربيع هات ورقات من شجر صنوبر أو سرو هات أرجونا بلا ذاكرة هات أرجونا بلا ذاكرة كي أنسح ذاكرتي وأعتاد الخطر القادمة ليس على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
في الخريف سيزهر الرمان على غير عادته ويأتي باسطا كفيه لي فيسكرني سكرة الحياة. أقول فيها أحبك، أحبك فوق طاقة جسدي وفوق مواسم الحصاد وفوق رائحة الإنسان. أحبك وكنت أعرف أنك داخل بركان، ولكني أحبك ولا أعرف أن الكلام على ساعديك يطيل حياتي ويذهب عن أحزاني بقعة توت وكتان السفر. ما أوسع هذا الحب، ما أوسع هذا الحب وما أوسع هذا الحزن العربي. على مساحته أحببت الحزن، مسحت جسدي بحنائي وأشعلت قلتيه في وطأة الحرب يكون الحب عناء. في وطأة الحرب يكون الحب عناء يتجه عكس مدار اليوم، يوجع في دقاته يلسعنا يوجعنا مثل قرط ألبسه هذا الشتاء. يوجع الحب، يوجع الحب إذا كنت تشرب كأس ماء وفي مكان ما يتدفق عربي ألوان حمراء. بين الحب والحرب لون رداء، دحرج قلبك فوق الحرف الوسط فاعلم أن السيف حذاء. أنا على طريق صواب، على طريق صحيح. نحب تسمعوا لي بنتي شاعرة قادمة على مهل أو ربما بخطة موسعة نوعا ما. هي ريما، ريما ريما تاني كو أحبك يا وطني يا لمع الحنان، حضرني بذراعيك وأحسنتني بالأمان. مرت عليك ثورة أقطرها رجال فأخرجنا من بعض يهد الجبال وأصبحنا شعبا يشكو الحال، فإنك شمس